سيادتك انت للا نعيمه حرم بن عمر. انت ام المغني الراب حماده؟ انا الوالده نتاع حماده بن عمر. نعم. مغني الراب. نعم. ولدي تلميذ يقرا المستوى الباك. نعم. عمره 21 سنه. نعم. ماخذليش باك، يقرا سنه تو على الفارماسي بريباراتوار. نعم. وهاوي هاوي الراب. نعم. يغني اغاني هو معناتها نعم. معناتها هاوي يغني معناتها ويحس بالعباد، يحس بالفقر، يحس باللعب معناتها مش معناتها ضد اي حاجه، هو ضد معناتها الفقر وضد الواحد الظلم وضد الظلم وضد كذا. نعم. شو وقع المده هذه معناتها؟ الوقع هذه المده هذه نهار الخميس الخمسه تاع الصباح، حتى الفجر الفجر الخمسة تاع الصباح. نعم. احنا راقدين والناقوس يضرب ناقوس شيء. وين تسكنوا انتم؟ نسكنوا في طريق المطار كيلومتر خمسة ونص في صفاقس. في صفاقس. نعم. احنا راقدين والخمسة ونص تاع الصباح نصبوا في الناقوس. نعم. ينوقز ماشي ما هو. قمت نجري انا للباب وفي الانترفون نقول شكون، يقولوا لي شرطة. شرطة انا البيت. شرطة الشرطة الوين جاي الشرطة؟ شعلنا في الصباح. اجي ولدي هذايا، قلت انا 100% على خاطر ولدي. نعم. على خاطر الاغنيه اللي ذاعت وانا ما على باليش بها. نعم. انا سمعتها كيما سمعوا الناس الكل. نعم. ما فرينا بهم كان تسلقوا السور. قداش من وقت؟ 30 رقبه. تسلقوا السور هكا طالع. تسلقوا السور قرب 30 35 رقبه ما يتحسبوش. نعم. وحيد هبطوا من السيس. كنتي والده نفسها مازالت حتى ما عندهاش ال 40 اقتحموا لها دارها. قالت لهم لا مش عندي الباب من غاديكا، مش بالباب هذا، مشي للاخرى. قالوا حماده وراجلي دوبلش هز الحل الباب وهم اقتحموا علينا. ولدي في فرشه ما غير كسوه بالزي المدني. ويقولنا احنا من امر رئاسي. ايوا. ونحبوا نهزوا حماده. علاش ولدي شنو اللي عمل؟ انا تخف ما تخرجش بالبيجاما نتاعي بالواحد نتاعي بلباس النوم فجعة بالفجعة وواحد وكل شيء خلخلنا ودخلنا بعضنا وعيطت وضربت على الحيط. وولدي ولدي ولدي يقولوا لي ما تخافش يا مدام، امر رئاسي ومشي نشوفوا من حقه معاه كذا وكل شيء. على شنو؟ على شنو تحقوا معاه؟ ولدك غنى ولا ما غناش؟ ايه غنى، معناتها ماهوش حاجة اللي عملها حاجة، لا كسر لا ضرب لا سرق لا عمل حتى شيء، ما عنده ما عمل. هو يعرف. يقولنا هو اللي يعرف علاش، هو اللي يعرف علاش. نعم. علاش؟ قال لهم انا خاطر غنيت الراب، ما عندي ما عملت لا سرقت لا خطفت لا ضربت، انا صوره معناتها طيبه في المجتمع وانا الناس كل تعرفني وبسمعتي. طيب ولدك فاق من النوم قام هو؟ هذاك الوقت مازال في الفرش نتاعو باللباس النوم نتاعو. نعم. بالباش نتاعو خرجوه حافي. دخلوه لبيته يعني؟ في بيته هو خوه قال لهم عندكم امر من وكيل الجمهوريه؟ قالوا احنا نحكموا في كل جمهوريه. ينا. مش يحكم فينا. نعم. وهزوه ولدي مش يغسل وجهه، بيغسل وجهه اصفر. ينا. اخضر وبالرعب اللي فيه، شو واحد شدوا منا واحد شدوا منا باش يغسل وجهه، معناتها ما خليوش حتى باش يغسل وجهه وهزوه حافي. انا حتى في الخرجه هيكية بالزحمه اللي في داري ما نجبتش نرى ولدي شكون اللي شكون كيفاش خرج. ما بيتنا بيه لاحقين حتى على البرا نلقاوه مزوز مسكرين الحومه الكراهب، معناتها مسكرين الحومه ما نجبش معناتها باش يفلت هكا ولا يفلت ركبوه ليومنا هذا للساعة هذه ما نعرفوش ما نعرفوش. هبطنا ال 18 جانفي اللي هذا يشخط وهذا نط، احنا قالك باش نعمل عليك مزية ولكم لبس عليه ثم شوية اجراءات وكل شيء. ولكم غنى ولا ما غناش؟ اي غنى. ولكم مشى في الدار معناتها في لا تو في 18 جانفي. يلا في ليومنا هذا مازلنا ما نعرفو حتى شيء. اليوم هو السبت. اليوم السبت احنا من نهار الخميس خميس كامل والجمعة كامل واليوم السبت. ولدنا ما نعرفو عليه حتى شيء. ولدنا ما نعرفو عليه حتى شيء. لا ميت لا حي لا يعذبوا فيه لا شي يعملوا له، ما نعرفوا عليه حتى شيء. انا كل من النقطه غنتعي بحب ولدي ما نحب شيء. انا بارك الله فيك. انا نحب ولدي من حقك يا لالا.